السلام عليكم. كنا المرة اللي فاتت وقفنا في ليكتشر 4 عند حاجة اسمها probability of first occurrence، وكنا قلنا ان دي هي يعني ايه احتمال ان انا اطلع مثلا من ستيت اسمها اي وارجع لستيت تانية اسمها اي في عدد ان مثلا خطوات، بشرط ان انا ما عديش على اي تاني في النص. دي كانت اخر حاجة قفلنا عليها في ليكتشر 4. اول حاجة في ليكتشر 5 هي حاجة شبهها جدا اسمها probability of occurrence. كل الفرق ان انا برضو يعني هطلع من ستيت اي وارجع لستيت اي فعدد ان خطوات بس من غير شروط، يعني مش شرط اكون ان انا عديت على ستيت اي في النص تاني. والرول بتاعتها والقانون هو البي اي اي ان دي على هي حسب عدد الخطوات بتاعتي بيساوي سميشن من ار بتساوي واحد. ار ده يعني كاونتر عندي بحطه على السميشن لغايه ان اف اي اي في عدد خطوات ار مضروبه في بي اي اي في عدد خطوات ان ناقص ار. طيب خلينا نشوف ازاي نحسب الكلام ده بمثال. يعني مثلا المثال ده اللي معايا هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي فايند بي 11 في خطوتين. يعني ايه احتمال ان انا اطلع من واحد وارجع تاني لواحد في خطوتين؟ طيب دي هنحسبها ازاي؟ خلينا نطبق القانون. عملت السميشن بتاعت ان هي من ار بتساوي واحد اتنين لان هو عايزها في خطوتين بس. اف واحد واحد في عدد خطوات ار مضروبه في بي واحد واحد في عدد خطوات ان ناقص ار. طيب لما هعوض هتطلع اف واحد 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 وبي واحد 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 زائد اف واحد واحد اتنين في بي واحد واحد زيرو، لان اللي بيبقى فوق البي هنا ان ناقص ار. يعني لو الان اتنين ففي اول مره والار واحد تبقى اللي فوق البي كام؟ واحد. لما برضو تبقى الان اتنين والار تاني مره تبقى اتنين هيبقى اللي فوق البي اتنين ناقص اتنين زيرو. طيب بعد ما عملت دول هتجيبهم بمنتهى السهوله من الرسم اللي معاك. يعني انت مثلا انت عايز اف واحد واحد في خطوه واحده. يعني ايه احتمال ان انا اطلع من واحد وارجع تاني لواحد في خطوه واحده من غير ما اعدي على واحد في النص؟ كده كده يعني بيبقى انا خطوه واحده فمش هيفرق الشرط معايا. فايه الاحتمال بتاع ده؟ اللي هو ان انا اعمل سيلف ترانزيشن على الواحد. هيبقى الاحتمال بتاعها ايه؟ ثلث. طلعت من واحد ورجعت تاني لواحد في خطوه واحده. طيب بي واحد واحد برضو في خطوه. البي واحد واحد برضو احتمال ان انا اطلع من واحد وارجع تاني لواحد في خطوه واحده هتبقى هي هطلع من واحد وارجع تاني لواحد في خطوه واحده برضو باحتمال ثلث. امال ايه الفرق ما بين الاف والبي؟ الاف بيبقى عليها شرط اللي هو ان انا ما اعديش على الستيت بتاعتي في النص، يعني انا هطلع منها وارجع لها بشرط اني ما اعديش عليها في النص. البي ما بيبقاش على شروط، عادي حتى لو عديت عليها في النص ما فيش اي مشكله، المهم انك تمشي عدد الخطوات اللي انا هقول لك عليها. وبما ان طبعا هنا وهنا خطوه واحده فمش هتفرق يعني هتبقى هي هي. طيب زي بعد كده عايز اف واحد واحد اتنين. ايه احتمال ان انا اطلع من واحد وارجع تاني لواحد في خطوتين؟ فهطلع من واحد وارجع تاني لواحد اهي، يعني دي كده انا عملت خطوتين. فهضرب 2 على 3 في 1 تبقى 2 على 3. وطبعا هنا ما ينفعش اقول ان انت قلت خطوتين طب ما انا ممكن اعمل سيلف ترانزيشن مرتين، لا دي اف والاف من شرطها ان ده يبقى فيرست اوكيورنس. فانت هتطلع من 1 ل 2 وترجع تاني من 2 ل 1 وهو ده الطريق الوحيد اللي معاك انك تعملها في خطوتين من غير ما تعدي على 1. يبقى دي مين؟ 2 على 3 مضروبه في البي من 1 ل 1 ففي صفر خطوات. طب ما معنى كده ان انا اصلا واقف فيها، فبالتالي اكيد هتبقى واحد، ما انا اصلا واقف فيها يعني صفر خطوات فده الاحتمال الوحيد. ما خلاص ما انا يعني انا من غير ما اعمل خطوه المفروض اوصل واحد، طب ما انا في واحد يبقى ايه؟ واحد. وهتحسب كل الدول تبقى 7 على 9 وهو ده البي 1 1 في خطوتين. طبعا نفس الكلام هيبقى بالظبط مع بي اي جي، لان يعني دي تعتبر بي اي اي، انا بطلع من الستيت وارجع لنفس الستيت. هيبقى نفس الكلام بالظبط لو خليناها بي اي جي اللي هو مثلا انا عايز اطلع من واحد وارجع الاثنين في خطوتين مثلا، هتبقى نفس الفكره بالظبط يعني. وطبعا يعني عارفين ممكن مش شرط يجيبها بالطريقه المباشره كده، يعني هو ممكن يجيبها لي كلام عادي اللي هو لو انا مثلا ستارتنج ات ستيت 1 ويقوم قايل لي هات البروبابيلتي ان انا
اعمل هيت لستيت 1 في خطوتين. فيعني دي معناها، بس الفن ممكن يجيبها بالكلام عادي كده وبس. هي دي كانت اول حاجه عندنا اللي هي البروبابيلتي اوف اوكيورنس. تاني حاجه عايزين نعرفها هي حاجه اسمها الابزوربنج بروبابيلتي، وهي ببساطه ان هو انا عايز اعرف ايه البروبابيلتي ان انا اعمل ابزورب عند ابزوربنج ستيت. يعني مثلا في الشكل ده، لو انا مثلا واقف عند ستيت رقم 2، ايه الاحتمال ان انا اروح عند ستيت 0 وافضل فيها؟ فالاحتمال ده بنسميه ابزوربنج بروبابيلتي، اللي هو ان انا هروح لابزوربنج ستيت ماشي وافضل واقف عندها ما اطلعش منها. فاحنا عايزين نحسب ايه الاحتمال بتاعنا. طبعا احنا في الجامبلنج جيم اللي يعني اخدناه قبل كده كان عندنا 2 ابزوربنج بروبابيلتي، هنا هيبقى عندنا الزيرو والثري ابزوربنج ستيت. الزيرو هنا تعتبر ابزوربنج ستيت والثري تعتبر برضو ابزوربنج ستيت. فاحنا هنحل المساله دي بمسالتين، واحده ابزوربنج ات ستيت زيرو، ايه الاحتمال ان انا لو واقف في اي مكان تاني اروح اعمل ابزورب عند زيرو، والثانيه ابزوربنج ات ستيت 3، ايه الاحتمال ان انا لو واقف في اي مكان برضو اروح اعمل ابزورب عند 3. فالرول بتاعتنا اللي هي ايه؟ ان الاي اي اللي هو الابزوربنج بروبابيلتي بتاعتي بتبقى سميشن بي اي كي في اي كي، ودي هنعرفها. والابزوربنج برضو عند ستيت 3 هو نفس القانون، بس انا عشان غيرت الستيت فغيرت معاها الحرف بتاعي، عشان يعني دي عند ستيت 0 دي عند ستيت 3 فغيرت الحرف. لو كان في ستيت ثانيه ابزوربنج برضو كنت هخليها سي اي وهكذا. يعني ناخد الاول ايه الاحتمال ان انا اعمل ابزوربنج عند ستيت 0. اول حاجه احنا عندنا كام ستيت؟ 1 2 3 4، عندنا 4 ستيتس، معنى كده ان هيبقى عندنا 4 بروبابيلتي. فاول حاجه هجيبها ايه؟ الاي نود او الاي 0. ايه الاي 0 دي؟ اللي هو ايه احتمال ان انا بواقف عند 0 واعمل ابزورب عند 0؟ اكيد واحد، يعني انا اصلا واقف عند الستيت دي، ايه احتمال ان انا اروح لها وافضل فيها؟ طب ما انا اصلا عندها، فبالتالي اكيد الاحتمال بواحد او 100% يعني. طيب ايه 3؟ ايه الاحتمال ان انا اكون واقف عند 3 واروح لاعمل ابزورب عند 0؟ مستحيل. ما انت اصلا لو انت واقف عند 3 عمرك ما هتطلع من 3، هتقعد تعمل سيلف ترانزيشن على نفسك، لان عشان دي ابزوربنج بروبابيلتي او ابزوربنج ستيت، فبالتالي مستحيل اصلا تطلع من 3 يعني عشان تعمل ابزورب عند 0، فالاس 3 هتبقى 0. طيب فاضل لنا مين؟ الاي 1 والاي 2. لو عايز اطلع من الاي 1 اعمل ابزوربنج عند 0، ولو عايز اطلع من ال 2 اعمل برضو ابزوربنج عند 0. اول حاجه نجيبها الاي 1، هنطبق بقى القانون ده. طب القانون ده بيقول لي انت بتجيب يعني الاحتمالات اللي تطلع من الستيت اللي انت عندها ماشي في الاي اللي انت رايح لها. اللي هو ازاي؟ يعني انت دلوقتي مثلا واقف عند ستيت 1، قدامك سكتين، يا تروح لزيرو يا تروح لاتنين، صح؟ طيب خلينا نشتغل الاول على السكه دي. السكه دي هتبقى ايه؟ عباره عن بي 1 0 في اي 0، او احنا بنطبق القانون، انا بحاول اطبق القانون ده. فدي بتبقى عباره عن ايه؟ بي 1 0 اللي هو الاحتمال من 1 ل 0 مضروبه في اي 0، تمام؟ الستيت اللي انت بتروح لها بتضرب في الاي بتاعتها. طيب دي السكه الاولى. السكه الثانيه هتبقى بي 1 2 في اي 2، تمام؟ عشان اقدر احسب الناحيه الثانيه ايه احتمال الناحيه الثانيه بتاعتي، لان من واحد يا اما هطلع هنا يا اما هطلع هنا، فهتبقى بي 1 2 مضروبه في اي 2. طب نحسب دي بقى، بي 1 0 بكام؟ من 1 ل 0 بتلت، و A 0 احنا جبناها فوق ب 1 يبقى تلت في 1 اهي. طب بعد كده B 1 2 من 1 ل 2 البروبابيلتي بتاعتها 2 على 3 يبقى 2 على 3 مضروبه في A 2. طب A 2 مش معايا، نزلها زي ما هي دلوقتي، تمام؟ طيب كده احنا حسبنا A 1، عايز احسب A 2 اللي هو ايه احتمال ان انا بواقف عند 2 واطلع واروح اعمل ابزورب عند 0. ايه السكك اللي عندي اصلا من 2؟ يا اما هروح لواحد يا اما هروح لثلاثه، صح؟ طب نحسب الاول السكه بتاعه الواحد، هتبقى بي 2 1 من 2 ل 1 مضروبه في اي 1، تمام؟ انا دايما بتحسب كده، قانون وثقته كده انك تحسب البروبابيلتي في الابزوربنج بروبابيلتي عند السكه اللي انت رايح لها، فهتبقى بي 2 1 مضروبه في اي 1. طب السكه الثانيه هتبقى بي 2 3 مضروبه في اي 3، صح؟ ايه بي 2 3 مضروبه في اي 3. طيب لما نيجي نحسب بقى المعادله كلها، طبعا احنا جايبين اي 3 من الاول اصلا ب 0، فكل ده ملوش لازمه. بي 2 1
من 2 ل 1 بنص. يعني ايه بقى؟ هتساوي نص مضروبه في a1، و a1 مش معايا فانزلها دلوقتي. فانت كده عملت معادلتين، صح؟ معادلتين في مجهولين، ان ال a1 بتساوي الكلام ده، وان ال a2 بتساوي برضو النص a1. فاطلع بقى من هنا عوض في دي، او خد من دي معادله عوض في دي، او حلهم مع بعض على الاله. يعني طالما وصلت لغايه كده خلاص، انك توصل بقى ل a1 و a2 الموضوع سهل. فهيطلع معاك a1 بنص و a2 بربع. يبقى انت كده جبت الاربع احتمالات بتوعك اللي هم بتوع الابزوربنج بروبابيلتي، ان انا اعملها عند زيرو. لو انا اصلا واقف عند الزيرو هتبقى بواحد. طب لو انا واقف عند الثري هتبقى بزيرو. لو انا واقف عند الواحد، لو انا واقف عند الست واحد هنا، احتمال ان انا اروح لزيرو نص. طب لو انا واقف عند الاثنين، احتمال ان انا اروح لزيرو ربع. كل ده احنا كنا بنجيب ابزوربنج بروبابيلتي عند ستيت زيرو. طيب احنا عايزين نجيبها عند ستيت ثري، برضه سهله جدا. احنا كل اللي اتغير بس يعني انك هتبص بس تتاكد ان كل حاجه هتبقى ماشيه نفس الموضوع، وتغير الحرف ده. فهتبص كده البي 0 هتبقى ايه؟ اكيد 0، لان احنا دلوقتي بنتكلم على ستيت 3. فلو انت واقف عند ستيت 0 فانت مستحيل اصلا تطلع من ستيت 0 لانها ابزوربنج ستيت. فبالتالي مستحيل طبعا تعمل ابزوربنج عند 3، يبقى البي 0 هتساوي 0، الاحتمال 0%. طب البي 3، طب ما انا اصلا واقف عند 3، فايه احتمال اني اعمل ابزورب عند 3؟ اكيد 100% لان انا اصلا فيها. فالبي 3 هتبقى بواحد. طب عايز اجيب البي 1 والبي 2، نفس الكلام بالظبط. لو انا واقف عند ال 1 تعال نشوف، عندنا سكتين، يا اما سكه الزيرو يا اما سكه الاثنين. سكه الزيرو هتبقى بي 1 0 في بي 0، اهي بي 1 0 في بي 0. طب سكه ال 2 هتبقى بي 1 2 في بي 2، اهي بي 1 2 مضروبه في بي 2. وطبعا البي 0 جبناها ان هي بزيرو، فكل ده هيروح ملوش لازمه. وبي 1 2 هي عباره عن 2 على 3، تبقى 2 على 3 بي 2. بنفس الطريقه بالظبط هتجيب البي 2 من هنا، قدامك سكتين، يا سكه 1 يا سكه 3، فهتبقى بي 2 1 مضروبه في بي 1، وزائد بي 2 3 مضروبه في بي 3. وتحسبها برضو هتعمل معادلة. عملت برضو معادلتين في مجهولين وهتطلع بي 1 وبي 2، مش كده؟ فانت كده جبت الاربع احتمالات بتوعك انك تعمل ابزوربنج عند ستيت 3. لو انا واقف عند 0 الاحتمال ب 0، لو انا واقف عند 3 الاحتمال بواحد، طب لو انا واقف عند 1 الاحتمال بنص، لو انا واقف عند 2 الاحتمال ب 3 على 4. عشان حتى تتاكد من النواتج اللي طلعت لك دي منطقيه ولا لا، او صح ولا لا، لو انت شاكك في حلك مثلا، فانت بص كده A1 وB1 مش لو جمعتهم هيدينا واحد؟ اه. طب ايه المنطق من كده؟ مش انت لو واقف عند اي ستيت اللي هي واحد او اتنين، اكيد يعني بعد مثلا عدد معين من الخطوات حتى لو هو عدد كبير، يا اما هتروح لزيرو يا اما هتروح لثلاثة اخرك. يعني ما انت كده عشان الاستوكاستيك بروسيس دي هتخلص امتى؟ لما انت توصل لزيرو او لما انت توصل لثلاثة. فبالتالي لازم مجموع الاحتمالات بتاعة الابزوربنج ستيت تبقى واحد، لان انا يا اما هوصل لزيرو يا اما هوصل لثلاثه. فلما اجمع احتمال عند زيرو واحتمال عند ثلاثه لازم يطلعوا كام؟ لازم يطلعوا واحد. نفس الكلام مع A2 وB2، لو جمعتهم هتلاقيهم برضو يطلعوا واحد، لان انا يعني ايا يكن سواء هوصل عند زيرو او عند ثلاثه، فاكيد الاحتمال عند زيرو زائد الاحتمال عند ثلاثه هيطلع لي واحد، لان ما فيش غيرهم اصلا هو اللي اعمل عندهم ابزورب. الحاجة اللي بعد كده اللي عايزين نعرفها هي المين هيتنج تايم، أو بعد كده هنسميها تي أي. إيه تي أي دي؟ بيقول لك إيه عدد الخطوات اللي أنا محتاجها عشان أعمل عشان أوصل للأبزورمنج ستيت. يعني إحنا لسه قايلين من شوية يعني إيه أبزورمنج بروبابيلتي، وقلنا إيه احتمال مثلا إن أنا لو واقف عند اتنين أروح مثلا أعمل أبزورب عند زيرو. ده كان إيه؟ ده كنا بنجيب الاحتمال. دلوقتي أنا عايز أعرف أنا لو أنا واقف عند اتنين هعمل كام خطوة عشان اعمل ابزورب عند زيرو. وطبعا يعني دي محتاجه حسبه، مش مجرد مثلا ادي خطوه الثانيه وخلاص، لا، انت ممكن تروح لواحد ترجع لاثنين تروح لواحد ثاني بعد كده تروح لزيرو، ممكن تعمل خطوات ياما يعني. فاحنا لكل اللي احنا عايزين نجيبه دلوقتي ايه عدد الخطوات او اللي انا اقدر المفروض اعملها عشان اعمل ابزورب عند اي ابزوربنج ستيت بقى زيرو او ثلاثه. فاحنا هنقول ان في مجموعه كده اسمها الايه، يعني احنا سميناها كده، ما عندنا ايه الاي دي فيها 0 و 3 اللي هما ايه الابزوربنج ستيتس اللي عندي في المساله. فبيقول لك التي اي دي
لو الاي بتنتمي لايه فالتي اي هتبقى زيرو. يعني الاي بتنتمي لايه؟ يعني احنا واقفين عند الزيرو او واقفين عند التلاتة، صح؟ فالتي اي هتبقى زيرو. ما هو ايه عدد الخطوات اللي انا محتاج اعملها عشان اعمل ابزورب عند تلاتة؟ زيرو، ما انا اساسا واقف عند تلاتة فمش محتاج اعمل الخطوات. ايه عدد الخطوات اللي محتاج اعملها عشان اعمل ابزورب عند زيرو لو انا اصلا عند زيرو؟ فزيرو برضو، ما انا واقف هنا ليه محتاج اعمل خطوات؟ فالتي اي لو الاي دي بتنتمي لايه او اللي هي الابزوربنج ستيتس بتوعي هتبقى بايه؟ بزيرو. طب لو هي لا تنتمي لايه، لو احنا مثلا واقفين في مكان تاني زي دول، هيبقى الرول دي بتاعتي. الجزء ده هو الجزء بتاع الابزوربنج بروبابيليتي اللي احنا سائلينه من شويه، كل الفرق انا بزود عليه واحد. طيب يعني ايه الفكره ان انا ازود عليه واحد ده؟ لان انا الاول بعمل ستيم وبعد كده احسب البروبابيليتي بتاعتي او عدد الخطوات بتوعي. يعني انت مثلا لو انت واقف عند واحد ومن واحد رحت لزيرو على طول، فانت كده عملت ابزورب عند زيرو، صح؟ فلو جيت حسبت البروبابيليتي هنا هتطلع بزيرو. ما خلاص انا عملت ابزورب، بس عشان تعرف يعني تتاكد انت عملت هنا ستيب واحده. فبالتالي بنحسب الاول الستيب دي، ولما تيجي تحسب الجزء ده فهتلاقيه معاك بزيرو. فانت لازم تزود ايه؟ ان انا في الاول بعمل ستيب وبعد كده بحسب البروبابيليتي بتاعتي زي القانون اللي فات بالظبط، ما فيهاش اي حاجه. يعني لو اخذنا على المثال ده جربنا نجيب التي اي، التي زيرو هتبقى بكام؟ اللي هو لو انا واقف عند زيرو فالتي زيرو اكيد بزيرو، ما انا مش محتاج خطوات. طب التي 3 برضه بزيرو. احنا هنا بنتكلم عن الاحتمالين، يعني انا مش بقسمهم بقى اعمل ابزورب عند زيرو ابزورب عند 3، لا انا بقول عدد خطوات بقى عموما، سواء اللي عند لو انا رايح للزيرو او لو رايح للثلاثه. فبرضه التي 3 هتبقى زيرو، انا اصلا واقف مثلا عند 3 فانت مش محتاج يعني عدد خطوات خلاص. طب التي 1 هنطبق القانون ده، اول حاجه واحد زائد لو انا واقف عند ال 1 فبرضه عندي سكتين زي ما كنا لسه بنحسب الابزوربنج بروبابيلتي، عندي سكتين يا اما هروح للزيرو يا اما هروح للاثنين. تمام، هتبقى من بي 1 0 مضروبه في تي 0، احنا يعني بنحسب السكه واضربها ايه في التي اللي انا رايح لها، تبقى بي 1 0 في تي 0. طب السكه الثانيه بي 1 2 في تي 2 اهي، وتحسبها عادي هتبقى 1 زائد بي 1 0 بتلت مضروبه في تي 0، طبعا تي 0 ب 0 فكل ده هيروح، وبي 1 2 ب 2 على 3 مضروبه في تي 2، وكده انا عملت اول معادله. تاني معادلة برضه هتبقى واحد بنطبق القانون ده، تبقى واحد زائد لو انا واقف عند الاتنين فقدامي برضه سكتين يا اما للواحد يا اما للتلاتة، فأول سكة هتبقى بي 1 بي 2 1 مضروبة في تي 1، وتاني سكة هتبقى بي 2 3 مضروبة في تي 3. طبعا الحتة اللي فيها تي 3 لأن تي 3 بزيرو فكلها هتروح، وهتبقى واحد زائد نص تي 1. بعد ما جبت معادلتين برضو خلاص سهله جدا يعني ان انت تحلهم مع بعض، وهتجيب تطلع تي 1 اللي هي ب 5 على 2 وتي 2 هتطلع ب 9 على 4، يبقى انا كده جبت تي 0 وتي 1 وتي 2 اهي وتي 3. فممكن حد مثلا يبص كده اخر حاجه، ممكن حد يبص يلاقي يقول لك ازاي عدد خطوات كسر؟ يعني مثلا انا ازاي هعمل 5 على 2 يعني 2 ونص؟ يعني ايه لو انا واقف عند واحد عشان اعمل ابزورب فانا محتاج خطوتين ونص؟ هقول لك لانك ممكن ما تكونش خدت بالك من العنوان قوي، اسمه مين هيتنج تايم افريج، مش هيتنج تايم بالظبط اللي هو ما انا همشي خطوتين ثلاث خطوات، لا ده مين هيتنج تايم، لان طبعا احنا ممكن يكون عندنا اكتر من سكه، فالافضل او الاكثر دقه ان احنا نحسب لها المين. ودي كانت كل